في السماء. مغامرتنا النهارده ازيك يا غاده؟ جاهزين ان شاء الله؟ نو كومنت. تقريبا كده جاهزين جدا. احكوا لنا بقى لما عرفتوا ان انتوا هتيجوا هنا ايه اللي حصل او ايه الحوار اللي دار ما بينكم؟ لا وانا ما يعني ما كنتش مركزه قوي في اللي هيحصل اللي بيحصل. هو قال لي تعالي وننزل وننط وبتاع من طياره ومش عارفه كنت ساعتها بعمل ايه، مشغوله في حاجه. قلت له ماشي ماشي. قال لي تيجي معايا يعني ولا اروح لوحدي؟ قلت له لا لا هاجي معاك هاجي معاك يعني ماشي نفكر في الموضوع. ففجأة قال لي لا ده بكرة. فاللي هو ايه هو ده اللي بكرة؟ قال لي بكرة ننزل بس في سريع نروح سريع مين ونعمل. فانا كنت محتاجة وقت بس ايه افكر اشوف يعني هعمل الموضوع ده ولا لا يعني. ف وانت يا داود اقنعته ولا ازاي؟ لا انا كنت متحمس، انا نفسي اعملها. فلما جه فكرة البرنامج اتبسطت جدا، فقلت لها قالت لي اه، وبعدين رجعت في كلامها. لان انا اصلا عشان ظروف التصوير يعني ده تالت ميعاد نحاول نظبطه. انت يا ولا بقى بيكون رد فعلك ايه لما احمد بيقرر ان هو ياخد جميله معايا بقى في اي مغامره؟ لا مع بالسلامه مع نفسهم. قلب دعيلهم، انا تمام جدا. ببقى على الارض انا وادم بنشرب المشروب بنجيب حاجه ناكلها نتفرج على فيلم نتفرج عليه. ماما بقى بايه في الاكوا بارك بقى بينزلوا زحاليق بقى رولر كوسترز يطلعوا يتسلقوا الجبال. انت اللي بتشيلي الشنط. انا تمام، انا مبسوطه جدا، انا تمام يعني اعملوا اللي انتوا عاوزينه ومبسوطين. انا كلمها فيديو بقى لما كنا في الهوت اير بالون ده كلمناها فيديو. بس انا عملت هوت اير بالون برضه قبل كده يعني. بيكلموني من فوق الله انبسطوا ايه كده يعني. طيب احنا دلوقتي خلصنا اسئله وهتروحوا تعملوا في ار تيست عشان تختبروا بيها ثباتكم الانفعالي وقوتكم كمغامر. جاهزين؟ يلا جاهزين. يلا بينا. انزل بقى انزل انزل تحت انزل انزل دايرة دي انزل بقى انزل. حلو قوي كده كده جميل جدا. واحنا على الارض لذيذ جدا. خش جوه الدايرة دي. بصي بقى اهي دايرة اهي. بصي بقى اهي 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 ايه بقى؟ ما انت استني. خبطت انا كده. 3 2 انت شايفة هي بتعمل ايه؟ انا شايفة كل حاجة. ده انا كده طايره يعني ولا ايه؟ ده في هوت اير بالون قدامي. ايوه يا نهار ابيض. واطلعي بقى بدماغك اعرفي اهو شفتي؟ ايوه اخرب بيت كده. احمد وعلا انتوا طلعتوا مغامرين جامدين جدا بنسبه 95%، وده هيدي لكل واحد فيكم لقب مغامر مش سهل خالص. كويس هنشوف بقى ان شاء الله. فانا دلوقتي خلاص جاهزه ان انا اديكوا تاشيره المغامر. اوكي. بس قبل ما نطلع على الطياره هتسجلوا فويس نوت احساسكم بقى دلوقتي، مسج معين عايزين تقولوها، ومش هنسمع الفويس نوت دي الا لما تنزلوا من الطياره. ماشي. هطلع انا دلوقتي واسيبكم تسجلوا فويس. انا خلاص احنا وصلنا المطار دلوقتي. قولوا لي بقى متحمسين قد ايه؟ يلا بينا. انا متحمس. رقم ده اليونيفورم. انا متحمسه جدا. قبل ما ننطلق على مغامرتنا كنت عايزه اسالكم، كان نفسكم مين يكون معاكم دلوقتي يعيش معاكم المغامره؟ كان نفسي انجي بصراحه. انجي علي. انجي علي. لا انجي علي. اتفرج علينا بس وتصوت بقى. طلتم كانوا هنا نقعد نط وانا من فوق. انجي علي. لا مش طيب. ايه رايكم نكلم انجي وتعيشوها معاكم بقى المغامره وتحكي لها هيحصل ايه؟ يلا. فين؟ احنا فين؟ احنا في المطار في بورسعيد. بتعملوا ايه؟ لابس سوتس سكاي دايفنج سوتس. ايه؟ هننط من الطياره. احنا الاثنين يا انجي رايحين البيت كله. البيت كله يعني لو حصل حاجه دوزي ومينا في رقبتك. انت جرأتي قوي كده ازاي؟ انا ما اتجرأتش. انا من فضلك ما تقوليش عليا كده. انا ما اتجرأتش. لا انا حسيت انه يعني انا عاوزه افيس ماي فيرز. ده بتتعالجي بقى. انجي انا هحكي لك عليها بعد ما نخلص، والمره الجايه صدقيني لازم تعمليها. يا جماعه بس ثانك يو يا انجي. ادعي لنا ادعي لنا والنبي ادعي لنا. محمد رسول الله. ادعي لنا ادعي لنا. اي لاف يو. باي باي.
السماء.